هم شيء نص عرض الطريق يمين وشمال، عرض الطريق ده يمين وشمال، فانا همشي 6 يمين و6 شمال. ده كده عرض الطريق. كل التراب اللي في النص ده هرفرشه. مسافة الطريق هو 8.5. على فرق المنسوب الكبير، فأنا قايلة فرق المنسوب الكبير اللي هو بتاع الجوز
8:30 ما هي 6:30 فجبت العرض ده في الميل نفسه اللي هو 2 فجبت العرض ده ب 4:00 المفروض في الجزء ده في الحته دي بس العرض مختلف عرض الميل ده مختلف لان فرق المناسيب هنا 7:30 ما هي 6:30 يبقى 1 2 متر تاجي عند اخر دقيقه يبقى عرض الميل يبقى 2 متر تمام مش ال 4 متر كلها باجي من نهايه من بدايه الميل اللي هو 10:1 اللي هي النقطه دي ونهايته اوصل الخط ده تمام هيبقى شكله كده يبقى البرم كان خلينا نقول الميل كان ماشي بعرض كبير وبعد كده العرض هنا قل مشكله مش عارفه دلوقتي المفروض ان العرض ده كله كان 4:30 تمام؟ ده عشان تاخد بقى المنسوب الكبير اللي هو 8:30 6:30 اللي هو منسوب البرد 2 مين اللي هو 2:1 ده يبقى 4:30 يبقى العرض ده كله كان 4:30 الجزء ده بقى المفروض هو ما بين ايه وايه؟ هو ده ما بين 8:30 6:30 العرض لغايه هنا لغايه الحته دي كده ما بين 8:30 و 6:30 الحته دي ما بين 7:30 و 6:30 7:30 و 6:30 اللي هي 1 متر بالميل 2 يبقى 2 متر يبقى العرض هنا عرض الميل المفروض يبقى 2 متر مش 4 لغايه فين؟ لغايه نهايه الميل ده ويبتدي برده من بدايه الميل هنا الخط ده خلاص كده يبقى البرم كان ماشي ضيق ووسع في الجزء ده ده شكل طيب كده بتضرب في البدايه بص بقى اليفيشن نحط منسيب المفروض
البرد انا هسكت برضه ده شكله كده هو الخط ده تمام نفس الكلام الناحيه الثانيه خلاص كده ده التقشير بقى المفروض ان ده السنتر ده السنتر في الثاني انا عايز اسكته بقى فوق فهسكته راسي الاول ماشي ده خط الراس ومد الخط ده على استقامته بيتقطع في نص ده السنتر في الانجليزي عشر راس اتجاه Thank you.
Gracias.